أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل الحديث حول مباحث الثقافة الإسلامية. ومع محاضرة جديدة، أنهينا في المحاضرة الماضية المبحث الخامس، اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في المبحث السادس. والمبحث السادس فيه ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول التشريع الإسلامي، والموضوع الثاني العبادات في الإسلام، والموضوع الثالث أحكام الوضوء والصلاة والحيض والنفاس. نبدأ اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة بالموضوع الأول، وهو التشريع الإسلامي. التشريع الإسلامي، العلماء الكرام قسموا التشريع الإسلامي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الضروريات، والقسم الثاني الحاجيات، والقسم الثالث التحسينات. كمان مرة للضرورة مهم، القسم الأول ضروريات، القسم الثاني حاجيات، القسم الثالث تحسينات. والله تبارك وتعالى شرع الشرائع السماوية كلها من أجل تحقيق مصلحة العباد في الدنيا والآخرة، من أجل تحقيق مصلحة العباد في الدنيا والآخرة. والغاية من ذلك سعادة الإنسان المسلم، سعادة الإنسان المسلم في الدنيا وفي الآخرة. نبدأ أولا بالضروريات. القسم الأول من أقسام التشريع الإسلامي ألا وهو الضروريات. ما تعريف الضروريات؟ هي الحفاظ على مقاصد الشريعة الخمسة ومنع الاعتداء عليها، إذ لا تقوم للفرد أو للأمة حياة مستقرة إلا بها، وبدونها، هذا المهم، بدون الضروريات يختل نظام الحياة. بدون الضروريات، كمان مرة بعيد لأهميتها، بدون الضروريات يختل نظام الحياة ويلحق الناس الشقاء في الدنيا والآخرة. هذا تعريف الضروريات. والضروريات الخمس أو المقاصد الخمسة أو الكليات الخمس يجب على الجميع أن يحفظها جيدا، وهي أولا حفظ الدين، ثانيا حفظ النفس، ثالثا حفظ العقل، رابعا حفظ النسل، خامسا حفظ المال. في الكتاب في خطأ، الأصل حفظ النسل قبل حفظ المال، حفظ المال آخر شيء، آخر شيء. إذن هذه هي الضروريات، هذه هي الضروريات. طيب، حفظ، أولا حفظ الدين، يكون حفظ الدين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج إلى آخره، وكذلك مجاهدة الأعداء جهادا
كبيرا كما أمر الله تبارك وتعالى. كل ذلك يكون من أجل أن نحفظ ديننا، والدين أول ضرورة من الضروريات الخمس. دينك دينك لحمك وعظمك، الدين أغلى من الأرض، الدين أغلى من المال، الدين أغلى من كل شيء. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل المحافظة على الدين. تركوا أرضهم، تركوا أعمالهم، تركوا أموالهم، تركوا كل شيء من أجل الدين، لأن الدين أغلى من كل شيء في هذه الحياة. إذن أول شيء من هذه الضروريات حفظ الدين. ولذلك الذي يترك دينه ويصبح مرتدا، ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ يقتل. المرتد يقتل بعد أن يستتاب 3 أيام. إذا تاب وعاد إلى دينه وإلى رشده فبها ونعمت، وإلا فإنه يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. يعني واحد كان مسلما ثم أصبح يهوديا أو نصرانيا يستتاب 3 أيام، وإلا فإنه يقتل، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أجل المحافظة على الدين. النقطة الثانية الحفظ، المحافظة على النفس، المحافظة على النفس. ويكون ذلك بماذا؟ يكون بإباحة الطعام والشراب وتحريم القتل. كل ذلك من أجل أن نحافظ على أنفسنا، نحافظ على أنفسنا. ثلاثة، المحافظة على العقل، محافظة على العقل. الله تبارك وتعالى فضل الإنسان بالعقل، كرم الإنسان بالعقل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بماذا فضل الله تعالى الإنسان وبني آدم على كل المخلوقات؟ بالعقل. ويكون ذلك بتحريم تناول المخدرات والمسكرات، لكي نحافظ على عقولنا. وكذلك بأن يستخدم الإنسان عقله في العلم والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، لأن التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى يزيد في الإيمان، كما وضح علماء العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص. ومن أسباب زيادة الإيمان عند الإنسان التفكر في ملكوت السماوات والأرض، ويكون ذلك بالعقل. إذن ذلك نحافظ على عقولنا. الأمر الرابع وهو المحافظة على النسل، محافظة على النسل يكون بالنكاح الشرعي، بالزواج الشرعي، والبعد عن السفاح وهو الزنا، لأن الإسلام أباح النكاح وحرم السفاح، حرم السفاح. بل إن الله تبارك وتعالى جعل الزواج وجعل النكاح آية من آياته، كما وضح الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته، يعني الزواج يعتبر آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما أن النهار آية والليل آية والشمس آية والقمر آية والحر آية والبرد آية والرعد آية
وكذلك الزواج آية من آيات الله تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. خمسة، المحافظة على المال، ويكون ذلك كيف نحافظ على المال، يكون بالكسب الحلال وتحريم الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل، إنه اكسب اشتغل اعمل واكسب المال بالحلال لا مانع، أما إياك ثم إياك أن تأكل الحرام، لأن الجسد الذي نبت من حرام النار أولى به، النار أولى به، أن يأكل الإنسان شيئا بسيطا بالحلال أفضل من أن يتنعم بالحرام، لأن الحرام لا يدوم وإذا دام دمر. وكانت المرأة قديما تقول لزوجها إذا خرج في الصباح للعمل: يا هذا اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب جهنم يوم القيامة. هذه هي الضروريات، هذا القسم الأول من أقسام التشريع الإسلامي، ألا وهو الضروريات، أكرر وهي خمسة، الضروريات الخمس أو المقاصد الخمسة أو الكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. على الجميع أن يحفظ هذه الضروريات جيدا، والترتيب مهم، يعني لا أستطيع أن أقول الأول ضروريات حفظ المال أو حفظ النسل، لا، الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، ويوجد خطأ في الترتيب في الكتاب، الأصل حفظ النسل قبل حفظ المال، حفظ المال آخر شيء من الخمسة. هذا بالنسبة للضروريات. نأتي إلى القسم الثاني من أقسام التشريع الإسلامي، ألا وهو الحاجيات. الحاجيات، ما تعريف الحاجيات؟ الحاجيات يقصد بها التوسع على الناس ورفع الحرج عنهم، توسع على الناس ورفع الحرج عنهم، أي كل ما يحتاجه الإنسان للتوسع ورفع الحرج عنهم، عن الإنسان يعني. والحاجيات تعتبر مرتبة ثانية بعد الضروريات، بعد الضروريات، إذ بدونها لا يقع الناس في ضيق. يعني إذا لم نلتزم ولم نطبق الحاجيات لا يختل نظام الحياة مثل الضروريات، لا، لا يختل نظام الحياة ولا يقع الناس في ضيق، ولكن يصاب الإنسان بالمشقة، يصاب الإنسان بالمشقة، وربما المشقة تكون بعض الأحيان تكون مشقة بسيطة أو متوسطة أو كبيرة، المهم بدونها لا يختل نظام الحياة. وبالمثال يتضح المقال بالنسبة للأمثلة على الحاجيات، هي كثيرة وكثيرة جداً. ويندرج تحت الحاجيات في الشريعة الإسلامية نظام الرخص في الإسلام، كل ما هو يسمى رخصة في الشريعة الإسلامية فإنه يندرج تحت القسم الثاني من أقسام التشريع الإسلامي، ألا وهو الحاجيات، الرخص المخففة لرفع المشقة عن الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الصحيح، عندكم في الكتاب موجود: إن الله يحب أن تؤتى رخصه
كما تؤدى عزائمه يعني فرائضه، كما أننا نطبق الفرائض والعزائم علينا أن نلتزم وأن نطبق الرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى أو تؤدى عزائمه يعني فرائضه. هذا الدليل على الأخذ بالحاجيات في الشريعة الإسلامية. والأمثلة على الرخص في الشريعة الإسلامية وخاصة في نظام العبادات أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، أذكر بعضها. يعني الإنسان الذي يريد أن يصلي وهو لا يستطيع أن يقف، القيام مع القدرة من أركان الصحة الصلاة، يعني حتى تكون صحيحة لابد أن يقوم الإنسان في صلاته. لكن إنسان مريض لا يستطيع أن يقف أن يقوم في صلاته، فنقول له عليه أن يجلس أن يقعد، عليه أن يقعد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذي أصابه المرض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وهذا أيضا يعتبر من الرخص في الشريعة الإسلامية. كذلك في الصيام، إنسان كان مريضا أو كان مسافرا ودخل رمضان فيرخص له أن يفطر ويقضي ما أفطره بعد رمضان، وهذا يعتبر من الرخص في الشريعة الإسلامية. كذلك المسح على الجوربين أو على الخفين، هذا يعتبر من الرخص في الشريعة الإسلامية. المسح على الجبيرة، وكل هذه الأمثلة تندرج تحت الحاجيات، يعني هذه الرخص التي رخصها لنا الشرع الحنيف من باب التسهيل والتيسير على المسلمين. لأدنى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فديننا دين ميسر سمح سهل، لا توجد فيه مشقة أو مشقة كبيرة، وإذا كانت المشقة فإنها محتملة يستطيع الإنسان أن يصبر عليها. هذا بالنسبة للحاجيات في العبادات. كمان الحاجيات في المعاملات، يكون في البيع والتجارة والمضاربة. إيش المضاربة يعني؟ مضاربة يعني واحد معاه مال كثير لكن لا يستطيع أن يتاجر، واحد يعني مشهور بالتجارة كان يتاجر وانكسر لا يوجد معه مال الآن، فالذي معه المال يعطي هذا الذي له معرفة كبيرة في التجارة، يعطيه المال لكي يتاجر له فيه، والربح يتفقان عليه، إما بالنصف أو ثلث وثلثان، وهكذا يسمى المضاربة. يعني واحد بماله والآخر بجهده ويتفقان على نسبة الربح بينهما، فهذا يسمى في الشريعة الإسلامية بالمضاربة، وهذا من الرخص التي رخصها لنا أو الحاجيات تندرج تحت نظام الحاجيات في الشريعة الإسلامية. هذا باختصار حول القسم الثاني من أقسام التشريع الإسلامي، ألا وهو الحاجيات. أما القسم الثالث والأخير وهو التحسينات، وهو
التحسينات. ما تعريف التحسينات في الشريعة الإسلامية؟ هي الأخذ بما يليق بالإنسان من محاسن العادات ومكارم الأخلاق، كما مر. هي الأخذ بما يليق بالإنسان من محاسن العادات ومكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق. ويقصد بذلك أمور كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السنن، يعني استخدام السواك، استخدام السواك الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك ما يقوم مقامه اليوم إن لم يكن هناك سواك، فرشاة الأسنان تقوم، أهم شيء يعني الغاية من ذلك النظافة والطهارة، طهارة الفم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك الصلاة، صلاة قبل العصر، يعني قبل صلاة الفريضة، فريضة العصر يعني بعد الأذان وقبل صلاة الفرض. في صلاة العصر هناك 4 ركعات، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. قبل العصر يعني قبل فرض العصر، كل هذه من الأمور المستحبة، قبل ما تصلي الفرض تصلي 4 ركعات، هذه من المستحبات وهي من التحسينات كما ذكر العلماء. كذلك من المباحات والتي تندرج تحت التحسينات الزواج من أكثر من زوجة بشرط العدل بينهن، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الذي لا يعدل بين زوجاته، كان متزوج واحد 2 أو 3 أو 4، إنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإفطار في يوم صيام التطوع، أنت صمت متطوعا يعني يوم 2 أو 5، فإذا أردت أن تفطر لا مانع، وإن كان المسألة فيها خلاف عند العلماء، لكن لا مانع، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. كل هذا يندرج تحت التحسينات. كذلك أخذ الزينة عند الذهاب إلى المساجد من التحسينات، يعني أن يذهب الإنسان إلى المسجد وخاصة في يوم الجمعة وفي العيدين، أن يلبس أفضل الملابس، وأن يتعطر، أن يتزين، أن يتجمل في هذه الأوقات، الذهاب إلى المساجد وإلى المصليات في العيدين، هذه تعتبر من التحسينات كما وضح العلماء. أيضا كذلك شرع الله طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة. وكذلك في العادات مثل المأكل والمشرب والاعتدال في الطعام والشراب، يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني فإن كان لا محالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه. هذه من التحسينات، يعني الواحد لا يملأ بطنه 3 أثلاث بالطعام، وبعد ذلك لا يجد مكانا للشراب ولا للنفس. وهذا ما يحدث عند البعض في
الإفطار في رمضان حينما يجلس للفطور ويحتاج إلى ونش حتى يرفع، فالأصل يعني الثلث والثلث والثلث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمشي على أنت حينما تمشي وتتنقل من مكان إلى آخر عليك أن تكون متواضعا، لا تتكبر على عباد الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بتواضع دون تعال وتكبر على عباد الله تبارك وتعالى. كذلك ألا ترفع صوتك عند الكلام، قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كذلك التحسينات في المعاملات مثل تحريم الربا والغش والتدليس والخداع. ونهى الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبيع الإنسان على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وهذا يحدث عندنا كثير في هذه الأيام، وهذا يحتاج إلى تفصيل كثير، أنا أحكي باختصار حتى يكون الإنسان على بينة. ترتيب الأحكام والمقاصد حسب المقصود: أولا الضروريات، يعني هكذا تكون الضروريات أول شيء، ثم بعد ذلك الأمر الثاني في التشريع الحاجيات، ثم الأمر الثالث التحسينات. لا أقول إنه التحسينات هي الأول أو الضروريات الثانية، لا، ضروريات حاجيات تحسينات. الترتيب هذا مهم. لماذا جعلت الضروريات أولا؟ لأنها أهم هذه المقاصد، بدونها يختل نظام الحياة كما وضحت قبل قليل. نظام الحياة يختل كله، وتشيع الفوضى بين الناس وتضيع مصالح الأمة ويهلك المجتمع. ولذلك الضروريات مهمة وهي في البداية. لكن ماذا يترتب على ترك التحسينات؟ يترتب عليه خروج الناس عن مقتضى الكمال الإنساني والمروءة وما تستحسنه العقول السليمة. أثر ذلك يقدم الأهم على المهم، آخر نقطة هذه، الأهم على المهم، لأنه أولى ثم الأدنى درجة وهكذا. مثل كشف العورة أمام الطبيب، لأن ستر العورة يعتبر تحسيني، والعلاج للمريض يعتبر ضروري من أجل أن نحفظ النفس، وحفظ النفس يقدم على موضوع كشف العورة. يعني تكشف العورة من أجل أن نحفظ النفس، لأن حفظ النفس يعتبر من الضروريات، يعتبر من الضروريات. وهكذا في الأمور المتعارفة بين الناس، وهذا أمر مهم يجب علينا أن نعيه في حياتنا، وهذا يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كثيرة. أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نبدأ بالقسم الثاني من المبحث السادس، ألا وهو العبادات في الإسلام، العبادات في الإسلام.